Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعزائي الطلبة، محاضرتنا لهذا اليوم DC machine losses، خسائر في محركات أو مكان التيار المستمر. إذا أردنا أن نعرف مولد التيار المستمر بأنه معدة أو جهاز يحاول أن يغير الطاقة الميكانيكية أو يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. أي عملية تحويل طاقة إلى نوع ثاني من الطاقة لابد أن يصادفها خسائر، والخسائر بأن ليس كل الطاقة الميكانيكية الداخلة إلى الدي سي ماشين أو الدي سي جنريتر تتحول إلى طاقة كهربائية. والمقصود بالطاقة الميكانيكية أي مولد لا يستطيع أن يقوم بعملية التوليد إلا إذا حصل فيه عملية دوران، والمعدة أو الجهاز الذي يقوم بتدوير المولد لابد أن يكون معدة ميكانيكية، يكون طاقة الرياح استفاد من أداء، أو يكون طاقة الشلالات، أو يكون عندنا محرك ديزل. كل هاي أنواع من المحركات هي محركات ميكانيكية، أو نستطيع أن نقول الطاقة الداخلة إلى الدي سي جنريتر مولد التيار المستمر هو طاقة ميكانيكية. النوع الخارج أو الطاقة الخارجة من المولد نطلق عليها طاقة ميكانيكية، لأن أي مولد حينتج لنا تيار بفولتية، حاصل ضرب التيار بالفولتية حيكون عندنا طاقة وحداتها واط اللي هي طاقة كهربائية. أي عملية تحويل طاقة إلى طاقة نوع ثاني من الطاقة يصادفها مثل ما قلنا قبل قليل، يصادفها أن تتحول إلى نوع ثالث من الطاقة التي لا نحتاجها في هذه عملية التحويل، لذلك نطلق عليها losses خسائر. نطلق عليها لوس. أول نوع من أنواع الخسائر التي تصادف عملية تحويل الطاقة الميكانيكية اللي هي تمثلنا الباور انبوت الطاقة الداخلة إلى المولد نطلق عليها كبر لوسز الخسائر النحاسية. مثل ما نعرف توجد عندنا أرميتشر بالدي سي جنريتر، ملفات الأرميتشر مصنوعة من أسلاك مصنوعة من النحاس، وأي سلك لابد أن توجد فيه مقاومة كهربائية، وأطلقنا على مقاومة أسلاك أو ملفات الأرميتشر RA. في خلال مرور تيار الأرميتشر في المقاومة تيار أرميتشر تربيع، في مقاومة الأرميتشر الوحدات مالتنا حتكون واط باور، هذا النوع من الباور تظهر على شكل حرارة. الحرارة ليست الغاية من بناء الدي سي جنريتر، فنطلق عليها لوسز. وأول نوع من أنواع كبر لوسز هي الخسائر النحاسية التي تتولد داخل ملفات الأرميتشر. إضافة إلى أن ملفات الفيل بنوعها إذا كان ملفات شانت أو كانت ملفات سيريز، فتيار الفيلد تربيع في مقاومة ملفات الفيلد يكون عندنا نوع ثاني من الخسائر أو الطاقة نطلق عليها خسائر نحاسية. سبب إطلاق خسائر نحاسية بافتراض أن الأسلاك مالتنا تكون مصنوعة من معدن النحاس. هذا أول نوع من أنواع الخسائر. النوع الثاني من الخسائر هي آيرون أو كور لوسز، خسائر الحديدية أو خسائر القلب الحديدي. مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة عندنا هيستريز خسائر الهسترة، وعندنا إيدي كارنت لوسز خسائر التيارات الدوامة. هذه النوعين من الخسائر تتولد داخل الأرميتشر. هذا النوع من الخسائر نطلق عليه خسائر ايرون او كور
كورلوسيس. نستطيع أن نقلل من خسائر الهسترة باستخدام معدن تكون حلقة الهسترة ضيقة. نستطيع أن نقلل من خسائر التيار الدوامة عن طريق استخدام كور يكون على شكل لومينيشن مثل ما وضحنا، يكون على شكل شرائح مثل ما وضحنا بالمحاضرات الماضية. هذا النوع من الخسائر الايرون أو كور لوسز نطلق عليه خسائر ثابتة، ايرون لوسز اسيوم كونستانت تكون قيمتها ثابتة إذا كانت عندنا السرعة اللي دور بها المولد سرعة ثابتة. النقطة جدا مهمة لازم أنتبه لها، الـ iron losses هو أول نوع من أنواع الخسائر الثابتة لا تتغير مع تغير الحمل. النوع الثالث من الخسائر هو friction احتكاك and windage losses مقاومة حركة أو مقاومة الهواء، التي مجموع الفريكشن أي ويندج لوسز نطلق عليها ميكانيكال لوسز الخسائر الميكانيكي. أول نوع من الاحتكاك يحدث عندنا بالدي سي جنريتر، أو الاحتكاك يكون عندنا بالبيرنج، بيرنج المحامل أو البربرينات التي تحمل الارميتشر أثناء الدوران يحدث عندنا احتكاك، والاحتكاك لابد أن يتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية اللي هي نوع من الطاقة لا نحتاج إليه في عملية التحويل، أو الاحتكاك اللي يكون بين البرشز فحمات ويا القطع النحاسية ويا الكوموتيتر. الويندج لوسز أي جزء يتحرك يكون ملامس للهواء إضافة إلى وجود مروحة في مقدمة أو مؤخرة الدي سي جنريتر، غرض من عندها هو التبريد، فأثناء الحركة هتكون عندنا مقاومة الهواء، بالنتيجة المقاومة هي جزء من الطاقة يعني الميكانيكية حصرفها لقدر أتغلب على مقاومة الهواء، فبالنتيجة هذا يعتبر عليها نسميها لوسز ويندج لوسز، لأننا قاعد نصرف جزء من الطاقة الميكانيكية لغرض تغلب على مقاومة الهواء. النوع الرابع من اللوسز الخسائر هو برش كونتاكت لوسز، برش الفحمة، أي فحمة لها مقاومة معينة، مقاومة كهربائية، فخلال مرور التيار الأرميشار خلال الفحمة لابد أن يحدث هبوط بالجهد. الهبوط بالجهد في التيار المار بالفحمة يكون عندنا حاصل ضربهم، يكون عندنا باور وات، تظهر هاي الخسائر على شكل حرارة. الفحمات أما تكون من نوع متل كرافيت برش، مقدار هبوط بالجهد على أطراف هاي الفحمات حدود نص فولت. نوع ثاني من الفحمات تكون من نوع الكتروغرافيك أو غرافيك برش، مقدار هبوط بالجهد حدود 2 فولت. هيك حالة حنكون احنا حددنا الخسائر اللي تتولد عندنا أثناء تشغيل الدي سي جنريتر، كوبر لوسز خسائر نحاسية التي تحدث في ملفات الارميتشر، ملفات الفيلد سيريز وشان، الايرون لوسز اللي هي تشمل هيستريز اند اي دي كارنت لوسز، النوع الثالث من الميكانيكال لوسز سميناها فريكشن احتكاك اند ويندج لوسز، اضافه الى برشز كونتاكت لوسز. بصوره عامه نقدر نصنف خسائر مالتنا الى نوعين، روتيشنال لوسز او سميناها تراي لوسز خسائر الشارده، هي شو تشملنا؟ فإذا كان عندنا بسؤال نعطينا معلومة، ستريلوسيس تساوي عندنا 200 واط، المقصود بها الميكانيكال لوسيس زائدا ايرون لوسيس، حاصل جمع الخسائر الميكانيكية والخسائر الحديدية نطلق عليها ستريلوسيس، أو نقدر نسميها روتيشنال لوسيس.
فمصطلح rotational losses أو stereolosis هو مقصود بها حاصل جمع الخسائر الميكانيكية والخسائر الحديدية. هذا النوعين من الخسائر نقدر نعتبرهم خسائر ثابتة، والمقصود بالخسائر الثابتة بين لا تتغير مع تغير اللود. ما معناه تغير اللود؟ إذا قمنا بعملية تشغيل DC generator في حالة لود، مقصود بحالة لود معناها أطراف خارجة من DC generator كانت دائرة مفتوحة، معناها التيار خارج من المولد مقداره صفر. هذه حالة نسميها no load، ما عندنا أي حمل مربوط على المولد. بس إذا كان عندنا المولد يدور، كان ما لا يوجد عندنا حمل، معناها هل يوجد احتكاك؟ نعم موجود الاحتكاك. هل يوجد عندنا فريكشن لوسز؟ نعم موجود. ويندج لوسز موجودة، ايرون لوسز اضافة هتكون عندنا موجودة. اذا اضفنا او احمال الى المولد، المقصود باضافة احمال سحب تيار من المولد، هل يؤثر على مقدار الاحتكاك؟ لا يؤثر. هل يؤثر على ويندج؟ لا يؤثر. هل يؤثر على مقدار ايرون لوسز؟ لا يؤثر. فنقدر فنستطيع ان نطلق على فريكشن او ويندج لوسز وميكانيكال لوسز بانها عفوا الايرون لوسز بانها خسائر ثابته. النوع الثاني من الخسائر هي تكون خسائر متغيره مع تغير الحمل، واللي تشمل تيار الارميشر تربيع في RA، خسائر النحاسية بداخل ملفات الارميشر. لماذا نطلق عليها خسائر متغيرة؟ إذا كان مولد يشتغل في حالة no load، معناه التيار اللي نصح بين من مولد مقداره صفر، تيار الارميشر حقه مقداره جدا قليل، بالنتيجة مقدار هالخسائر في حالة no load حتكون قليل. إذا كان مولد يشتغل في حالة full load، حمل كامل، أنا قاعد أسحب تيار من المولد، معناه تيار الأرميتشر مقداره كبير، التيار الأرميتشر تربيع في RA حيطلع عندنا ناتج يكون عندنا مقداره كبير. لاحظنا هذا النوع من الخسائر يتغير من حالة no load بالحالة في load، نسميه نطلق عليه variable losses، خسائر المتغير. أما خسائر نحاسية في ملفات الشانت، لاحظ عزيزي الطالب في ملفات الشانت نستطيع أن نعتبرها من الخسائر الثابتة، والسبب مثل ما ذكرنا بالمحاضرة الماضية، تيار الفيل حالة الشانت يساوي عندنا الفولتية على أطراف المولد تقسيم مقاومة ملفات الفيل. بما أن مقاومة ملفات الفيل ثابتة والفولتية على أطراف المولد مفروض أن تكون ثابتة، بالنتيجة تيار الفيل هيبقى عندنا ثابت، لا يتأثر بتغير تيار الأرميتشر، هذا المقدار هيبقى عندنا مقدار ثابت. أما الخسائر النحاسية التي تتولد في ملفات الفيل السيريز تكون من ضمن الخسائر المتغيرة، لأن التيار الأرميتشر هو الذي يمر من خلالها والذي يتغير مع تغير اللود. الكفاءة efficiency of DC generator، بعد أن اطلعنا بالتفصيل على أنواع الخسائر التي تتولد داخل DC generator وأطلقنا عليها خسائر، لأن هذا النوع من الطاقة اللي يتحول على شكل حرارة لا نستفاد منه في هذه المعدة أو في هذا الجهاز. مثل ما درسنا بالصف الأول في مادة الأسس، كفاءة أي معدة efficiency اللي هو رمز مالتها إيتا، حرف إغريقي رمز مالتها إيتا، تساوي عندنا power output على input power، power output على input power. مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة،
من الباور الداخلة إلى الدي سي جنريتر هي باور ميكانيكية، والباور الخارجة من الدي سي جنريتر هي باور كهربائية أو طاقة كهربائية، هي الطاقة الخارجة من الدي سي جنريتر، والطاقة الداخلة هي طاقة ميكانيكية. بما أن الطاقة الخارجة من المولد نستطيع بكل سهولة أن نحسب قيمتها، الفولتية على أطراف المولد مضروبة بالتيار الخارج من المولد تيار اللود، هنقدر نحسب الباور الخارجة. أما الباور الداخلة إلى المولد اللي هي باور ميكانيكية، بما أن احنا مهندسين كهرباء فنحاول نتعامل مع قيم كهربائية. إذا جمعنا الباور أوتبوت اللي هي حاصل ضرب الفولتية في التيار، وأضفنا إليها اللوسز تتولد بداخل المولد، نقدر نحسب باور أوتبوت. فالتوتال إنبوت باور شو حيساوي عندنا؟ يساوي عندنا أوتبوت باور زائدا اللوسز. اللوسز مثل ما ذكرنا قبل قليل خسائر نحاسية اي تربيع تيار ارميشا تربيع في ار اي، زائد الخسائر النحاسية اللي قاعد تولد ملفات الفيل، زائد السي اللي هي قاعد اطلقنا عليها ستراي لوسز اللي تشمل ميكانيكال لوسز زائد ايرون لوسز زائد ميكانيكال لوسز، كل النتيجة مضروبة في 100%. في هذه الحالة نقدر نحسب كفاءة الدي سي جنريتر. نقطة جدا مهمة ننتبه إليها، نلاحظ بهذه المعادلة، هل كفاءة الدي سي جنريتر ثابتة مع تغير اللود أو غير ثابتة مع تغير اللود؟ ما المقصود بتغير اللود؟ إذا شغلنا المولد بحالة نولود، شغلنا المولد حالة نولود، قلناها مقدار التيار خارج من المولد مقداره صفر. فلاحظ إذا عوضنا بالمعادلة بين التيار خارج من المولد صفر، هذا المقدار حيكون صفر، صفر على أي قيمة حيكون عندنا صفر، بحالة كفاءة المولد حتكون صفر. أما إذا بدينا نضع أحمال على الدي سي جنريتر، نقول بأن بدأنا نضع أحمال معناها بدينا بسحب تيار من المولد، معناها التيار حيكون إلى فت قيمة معينة، إذا كانت قيمة قليلة فأتوقع هذا مقدار قليل على مقدار قليل زائدا جزء ثابت تقريبا هنحصل على الكفاءة، بس هالكفاءة حتكون قيمتها ليست عالية. فأكو في التيار معين نحصل به على أعظم كفاءة، لاحظنا من قبل قليل ما وضحنا لكم بأن الكفاءة تتغير من صفر إلى فت قيمة معينة. فإذا أردنا أن نعرف متى يكون عندنا أعظم كفاءة maximum efficiency، هذا الشرط يتحقق عندما يكون IA تربيع RA يساوي VIF تربيع زائد C، أو مثل ما وضحنا قبل قليل الخسائر النحاسية بملفات الارميتشر اطلقنا عليها variable losses، والخسائر النحاسية بملفات الفيلد حاد الشان زائد سيليا stray losses اطلقنا عليها constant losses. عندما تتساوى الخسائر المتغيرة مع الخسائر الثابتة، هذه اللحظة حيكون عندنا وصلنا الى حالة maximum efficiency اعظم كفاءة، ويكون variable losses تساوي عندنا constant losses. فالشرط لأعظم كفاءة عندما يكون عندنا variable losses تساوي عندنا constant losses. هسه احنا نحاول نشوف رسم بياني يوضح لنا طريقة تحول الطاقة. فنلاحظ عندنا mechanical power input اللي هي تكون اوتبوت الى فد محرك معين، محرك ميكانيك، من تدخل هاي الطاقة
الميكانيكية عن طريق الشافت أو محور الدي سي جنريتر. قسم من الخسارة تحول إلى فريكشن وإيران لوسز، فأول جزء من هاي الطاقة الميكانيكية يتحول إلى خسائر سميناها خسائر ستري. اللي يبقى عندنا من هاي الخسائر سمي الكريتيكال باور ديفلوبت، حيتحول الجزء الباقي من الخسائر إلى طاقة ميكانيكية أو عفوا إلى طاقة كهربائية. هذا الجزء من الطاقة الكهربائية يسمى EGIA Generated Voltage تيار الأرميتشر، مثل يجد عندنا طاقة كهربائية تتولد بداخل المولد تتحول من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية اللي نتوقع أن قيمتها أقل من الطاقة الميكانيكية، لأن يعني قسم من الطاقة الميكانيكية تحول إلى Iron Friction Losses. عندما تتحول هاي الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بداخل الأرميتشر قيمتها IGIA سميناها Developed Electric Power Developed، قسم من هاي الخسائر من الطاقة الكهربائية تحول إلى طاقة خسائر أخرى إلى خسائر النحاسية. حصل طرح Electric Power Developed in Armature من الخسائر النحاسية هنحصل على Electric Power Output الطاقة الكلية الخارجة أو هي طاقة كهربائية. فهذا فور شارج يمثل لنا عملية تحول الطاقة الميكانيكية والخسائر كيف عندنا تتولد إلى أن نحصل على الطاقة الكهربائية. إن شاء الله أعزائي الطلبة استفادينا من هاي المحاضرة، إن شاء الله نستمر معاكم ونحاول نحل أمثلة حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لحسن أصغائكم.